تصور أننا نرى هدنة بين أوروبا وأمريكا وبين جل المسلمين أو جل دول وبلاد المسلمين، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، أما في الرواية الأخرى ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول، أي بمكان تكثر فيه المياه ويكثر وتكثر فيه الخضرة، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، يقول صلى الله عليه وسلم فعندئذ تكون الملاحم، فيغدر الروم فيأتونكم تحت 80 غاية مع كل غاية 12,000، مع كل غاية 12,000. هذا حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكلم فيه عن 6 علامات من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة. أما العلامة 8 حدثت عن مبعثه الشريف ثم تحدثت عن هذه العلامات، أما العلامة 8 فهي ظهور الفتن. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الفتن. ظهور الفتن، والفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، والفتنة هي الابتلاء والاختبار والامتحان. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالفتنة هنا بمعنى الابتلاء، بمعنى الاختبار، بمعنى الامتحان. فظهور الفتن وكثرة الفتن من علامات الساعة، وأظن أننا نرى الآن فتنا. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم منها بمنه ورحمته وكرمه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتنة وصفا دقيقا، تدبر معي، التقف مع هذه الكلمات النبوية. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة، بادروا سابقوا بالأعمال الصالحة الفتنة قبل أن تقع بأحدكم، بادروا بالأعمال فتنا. اسمع الوصف النبوي، كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. انت متصور الوصف للفتنة؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ لماذا يكفر في يوم واحد أو في ليلة واحدة؟ ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا لا، تاني الرواية، تاني ده واقع أليم، واقع مر. بادروا سابقوا
بأعمالكم الصالحة الفتن قبل أن تحل بكم وقبل أن تنزل وتقع. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا. معك في صلاة الفجر في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى تبحث عنه في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء غير موجود، طب اليوم الثاني غير موجود، اللي بعده غير موجود، أين ذهب؟ كفر، كفر، ارتد، خرج عن الدين. ليه؟ باع الدين بماذا؟ بعرض من الدنيا حقير. ربما يدخل في المساء يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، صلى معك العشاء ابحث عنه في صلاة الفجر غير موجود، الظهر غير موجود، العصر غير موجود، بعد ذلك أين ذهب؟ دخل إلى غرفة من غرف الشات أو غرف الدردشة أو جلس في مجلس ولم يخرج منه، ولم يخرج منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باع دينه، سلم سلم يا رب، باع دينه بعرض من الدنيا، بكرسي زائل، بشهوة فانية، بلذة فانية، بمنصب حقير تافه، مستعد أن يبيع الدين من أجل كرسي، من أجل منصب، من أجل مال، من أجل شهوة، من أجل شمة هروين، يبيع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أجل لذة فانية وشهوة محرمة مع امرأة حسناء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يخرج من هذا المستنقع بعد ذلك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بلعاعة، بشيء تافه حقير إلى زوال. أظن ده واقع خطير وقع فيه كثير من الخلق على مستوى البشرية كلها، يبيع الدين بدنيا بعرض حقير من أعراض هذه الدنيا، قد يفرط في صلاته، قد يفرط في حجاب امرأته من أجل كرسي أو من أجل منصب، قد يأكل الربا والحرام ويأكل أموال الناس بالباطل من أجل شهوة رخيصة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ماذا قال؟ نتعرف على قوله الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.